الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولكن هذه المقولة تُثَّر في لبنان، فليس غريباً ألا يُسمع بقانون يحد العمل الإسعافي في بلد يستشري فيه الفساد، بلد تُزهق أرواح شعبه يمنة ويساراً. ولكن كيف تسري آلية عمل الإسعافات الأولية؟ ومن المسؤول؟ شروط الانتساب هي بالمبدأ الشروط اللي موجودة بأي جمعية، بدي يكون أتم العمر 16 سنة، بدي يكون منتسب لأي جمعية بتشتغل بنفس العمل بنفس المجال، راح يخضع لدورة إسعافية مكثفة مدتها شهر. من بعد دورة الإسعاف طبعا راح يكون في امتحانات، مجرد ما انه يتجاوز هذا الامتحان وينجح تلقائيا راح يصير عنصر بفريق الاسعاف، يكون معلق على كتفه البادج المتدرب. هذا المتدرب بيبقى متدرب لمده 6 شهور، على فتره 6 اشهر بيخضع لامتحانات دوريه لتقييم دوري من قبل المجلس التدريبي، وطبعا بكون عم يشتغل بالحالات الاسعافيه وعم يخضع للدوامات مثله مثل كل المسعفين. بعد 6 أشهر رح يخضع لمخيم تدريبي ومناورات ودروس مكثفة جدا جدا جدا، واللي رح ينجح بهذا التقييم النهائي رح يشيل بادج المتدرب ورح يصير هو فعلا عم يشتغل تحت صفة مسعف. القسم التدريب هو قسم كتير حيوي، ودائما هو عم يحاول يعمل أبديت لحاله. المواكبين عن طريق الجامعة الأمريكية دائما بيكون في دورات، كل دوام بده يستلم خدمته بده يستلم المركز بده يشيك على معدات سيارة الإسعاف، يعني نحن بمصطلح بنسميه بطاقة المعاينة للسيارة، على الأقل لازم يكون مسعفين، بس نحن يعني بنحاول انه يكون العدد، اكيد العدد مكتمل دائما بيكون 4 مسعفين. شرط الانتساب لدوره السائقين انه هيدا المسعف يكون صار له على الاقل سنتين مسعف. بيان الحاله، هيدا البيان الفرقه اللي عم تطلع بالحاله اللي لما يجيها النداء رح تعبي البيانات بهذا الجدول، رح يكون في بقلب البيان شرح شو الاجراءات اللي عملها على الارض. نحن هيدا البيان بيرجع بيتحول للإدارة من بعد 24 ساعة من الحالة، بندرس هذا البيان وبيتقيم الفرقة بس توصل على المستشفى، رئيس الفرقة رح يتواصل مع قسم الطوارئ ورح يطلعن على الحالة بشكل عام شو تفاصيل الحالة، ورح يكون في شيء عنا الفيتال ساينز اللي هن الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، رح يكونوا مدرجين على جدول كل 6 شهور في مناورة على صعيد دوامات الفريق. يعني ما بتكون مناورة كبيرة لكل فريق الإسعاف، المجلس التدريبي بيكون عم بيحضر حالات بمكان ما وبيتصل بتم الاتصال على المركز كأنه حالة طبيعية جدا جدا. التمويل بشكل أساسي بيعتمد على الخيرين والمتبرعين من أهل البلد، إضافة للدعم الأساسي من النادي الحسيني. نحن مثل ما قلت لك هذا التمويل بشكل خاص، وهيدا هو فقط التمويل اللي بيعتمد عليه فريق الإسعاف. في مصاريف كتير عالية بالنسبة لمحروقات السيارات، بالنسبة لصيانة السيارات، بالنسبة لتجهيز المعدات الإسعافية اللي هي أسعارها جدا باهظة الثمن. يعني نحن رقم الطوارئ فريق الإسعاف بندفع فاتورة التليفون الهاتف الرقم الطوارئ. ميكانيك سيارة الإسعاف تعامل مثل أي سيارة خاصة وبندفع ميكانيك كل سنة بسنتها. إذا بدنا نفوت سيارة إسعاف بدنا ندفع جمرك مثل أي سيارة، فنحن بنتمنى يعني نحن بنحكي باسمنا وباسم الجمعيات التانية اللي بتشتغل بنفس المجال تبعنا، إنه شوي الدولة تتطلع بهيدي الجمعيات اللي هي فعلا عم تشتغل على الأرض وجهودها وأعمالها واضحة. لأنه بلبنان ما في قانون ينظم عمل الإسعاف بلبنان، وكل سيارة تجي عن طريق البلدية تجي هبة من برا تجي على البلدية بدها تتسجل بوزارة الصحة على اسم جمعية لا تتوخى الربح، عد هيك بيجي بتكون معفية من الرسومات، بتسجل بوزارة الداخلية مش مسجلة ما بعد، بس كل سيارة بتتسجل بوزارة الداخلية تطلب وزارة الداخلية منها كشف صحي. هودي شو عنده مهمتهم؟ مهمتهم هو نقل المريض، وصول المريض أو المعيار طبعا وصول هالمريض على المستشفى
وضع صحي منيح، نظام المحاسبة كل جمعية من الجمعيات الإسعاف، فرع الإسعاف الموجودة على الأراضي اللبنانية، في عندها كل وحدة إلى نظامها الخاص فيها. إذا صار في مثلا مشكلة مع مسعف أو تعرض المريض لشغلة تأثر بحقه، في قدم شكوى للنيابة العامة، النيابة العامة بتاخد دورة فيه. السرعة للسيارة الإسعاف هي لازم تكون بين 60 و 80، بس في حالات معينة إذا كرمال عامل الوقت إذا بتنقذ المريض تطلع السيارة كرمال حالة المريض الموجودة فيها. يعني نحن كدورنا كوزارة الصحة هي كشف على الوزارات على سيارة الإسعاف بس تسجل بوزارة الداخلية. الصاروخ الأحمر اللبناني هو ممنوع ينقل مريض من مكان من مستشفى إلى مستشفى إلا لحتى يأمن دفع، لازم يكون موجود نظام تنظيم لهالمؤسسات، تنحصر هالسيارة الإسعاف بجمعيات، عرفت كيف، ونكون مسجلة بالوزارة لحتى ما يتأثر بحق مريض معين. سلامة المواطن بلا رقابة، فلا قانون يرعى العمل الإسعافي ولا حتى مراقبة من قبل المسؤولين. وآخر ما تم طرحه مشروع وضع منذ أكثر من 6 سنوات ولم يتم إقراره بعد، على أمل أن يتوقف هذا الاستهتار بحياة المواطن ويتم وضع قوانين ترعى العمل الإسعافي من قبل المسؤولين وبخاصة وزارة الداخلية ووزارة الصحة. زهراء شرف الدين، موقع جنوب لبنان.